وات؟ لا لا يرحم ابوك، لا ايه بتزونقلي، لا ايش هذا؟ شوفوا شكلها كيف يفشل. اح بسم الله على عم الرعب، شفت النظرة بعيد كيف؟ حطف. بونج 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 بونج، اداله كومبو على قرعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ ريتشارد رجع لكم بفيديو جديد عن جينشن امباكت. هذا الفيديو يا شباب راح يكون مميز لأنه راح يكون أول فيديو من سلسلة ميمز جينشن امباكت. فكرة هذه السلسلة يا شباب انه بكل بساطة راح ترسلوا لي الميمز حقتكم وراح استعرضها معاكم بالفيديو، راح يكون الفيديو كذا مسح وضحك علشان تستمتعون انا برضه استمتع. فأي واحد يا شباب بيكون عنده مشاركة الميم صورة او فيديو ارسل لي اياها على انستغرام، يطلع لكم اياها في الشاشة الان او اللي راح تلاقوا رابطه تحت في الوصف. فقبل ما نبدا بالفيديو شباب لا تنسوا تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، تنزلوا تحت تجلدوا زر اللايك، تفرشوا زر الاشتراك، فعلوا جرس التنبيهات ويلا نبدا. او ماي جاد شباب، شوفوا اول ميم كيف بالله، دي لوك كيف هذا انجري بيرد المعصب. او ماي جاد شوفوا الشبه كيف يا شباب، بالله ما يشبهون بعض، تحسهم قرايب يا اخي. شو كيف اللي سبب المشاكل؟ من اللي سوى عن الحيوان هذا؟ الكلب اللي احنا اوكي والله امزح يا شباب، الان ما ينادي دي لوك بيجون يدعسوني في التعليقات. شوفوا بالله يا شباب هذا وش كاتب، يقول تعرف احد يبيع كليه مستعمله؟ والله لو تبيع كلياتك الاثنين مستحيل تجيب هذول الخمسه جوب كلهم. بصراحه يا شباب الاجواء اليوم مره رهيبه، ولا ايش رايكم؟ اي والله صدقت، والارهب ان مجتمعين سوا. ما عندي اي مشكله استمر طول اليوم كذا. كفو عليكم، والله كفو، الله لا يغير علينا. سلام شلت مهبه اللي تنقزون. اوكي او ماي جاد جاكم الان اللي بيخرب فرحتكم. بسم الله وش ذا الصوت، سمعت صوتها كيف؟ هذه من وين جت؟ قصروا اصواتكم يا شباب لا تسمعنا. البنت هذه اول مره اشوفها، من هي؟ اتوقع انها شخصيه خمس نجوم جديده. ايوه هو تاو، هذه شو اسمها؟ هو تاو اتوقع. ايوه هو من هو؟ هو تاو. هو تاو. سمعت عنها قصص تخوف، يقولون انها دي بي اس. دي بي اس مجنون بعد. ايوه يا سلام تتمرن برضه اثقال. او ماي جاد شوفوا يا شباب جالسه تستخدم رمح ستاف اوف هوم. انتم متاكدين انها خمس نجوم؟ اي متاكدين. ايش؟ يقولون عنها بعد مجنونه. والله مجنونه الف، مو بس مجنونه شوي. مو باين عليها، عاد ابشرك خمس نجوم ودي بي اس. لا عادي يا عيال بلا استهبال، مستحيل هذه تكون خمس نجوم، شوفوا شكلها كيف يفشل. اوه بسم الله على عم الرعب، شفت النظرة كيف؟ يا اخي ما كنت ادري انها تسمعنا. تكفون ما سمعتكم يا ويلكم. لا تخافون انا متاكد انها ما كانت تناظرنا، كانت او ماي جاد وين راحت؟ جتكم. اوه يا عم الرعب ايش هذا؟ سمعتكم. شوفوا النظرات كيف بس. وانتوا تعشون فينا او ماي جاد. اوه الله يرحمهم يا شباب، كانوا ناتشرال طيبين. العب يا اوس دارك سولز. اوه اوه ماي جاد، وربي الانيميشن حقهم يا شباب مره خرافي، والدبلجه والله مره اسطوري الشغل حقهم. هذا حسابهم بالتيك توك يا شباب، زوروهم وادعموهم صراحه يستاهلون كل الدعم يا اخي. عجبتني الدبلجه الصوتيه كيف لما قمطوا من هوتاو. غير كذا عزيزي المشاهد انك بيوم كذا شفت صندوق كذا ليفل 4 وراح تاخذه، متحمس اخذه بريمو جيمز، فجاه كذا تقفل وبوف تلقى الشله هذول واقفين قدامك وخلاص يا حبيبي كذا جي جي انت مدعوس. يبدو انا مش زعلان والله، ما فيش حاجه. في ايه؟ انت فاكرني زعلان؟ الصوت عالي. وات؟ لا لا يرحم ابوك، لا ايه بتزونقلي، لا ايش هذا؟
هذا ايش؟ What is this؟ ايش سويتوا فيه؟ اركون. Oh my god. That was the first. صدمة كبيرة. شوفوا يا شباب كيف كان يمشي. شوفوا بالله بالله انتظروا اللقطة الآن يا شباب. شوف كيف لما يطلع جالس يمشي شايل معاه كوب حق كنتاكي. لا ايش سويت في زون قليل هابا حقه طارت. او ماي جاد ذا اركون القيو. او ماي جاد والله جي جي زون قليل هابا حقتك تبخرت خلاص. تنين دفالن الله اداله واحد بوينك. ايوه خلاص طاح. ايوه بونك على راسه. اي ورب الميمز اسطوري يا شباب. بالله عيد الفيديو بالله اقسم بالله مره يضحك على شقطين قتال. بونك على ايده طاح. بونك بون 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 اداله كومبو على قرعته. اياب خلاص طاح مات. اوكي هذه برسيمة المحظوظين. اوكي جالس يقول انه محظوظ او هذا اكثر شيء حظ. خلينا نكمل. طيب الله يقلعك. اوكي دقيقة يا شباب جالس يقول انه هذه البرسيمة تطلع المحظوظين هذا اكثر شيء محظوظ حصلته بحياتي. لسه ما كمل بوف فجر جنبه البرميلة بحجر. اتوقع هذا الحجر اللي دائما تطيح على راسه من الالت حق زونغ لي. وات والله هو يحب شكله. اقلاب التركيب اللي كذا يا شباب رب التركيب مره ضابط. المشكله شفت الفيديو الاصلي وفرط عليه الضحك. ركز على الكتاب يقول لك تجي تفتح كذا بينر حق كذا وتطلع لك التشيتشي. ورب الكافة التركيب مرة الصوري هو يحبك شكله. يا سلام توم وجيري. اوكي اوكي هذا الوحش الحجر الصغير. او ماي جاد هذا الاكبر. اوه وربي ميمس حرفيا يا شباب فعليا زي ما صار. جانا الوحش الصغير وش ذا البحش الاطف. اول بعدها جاء هذا الحجر الكبير بعدها جاء اجد اللي هو خلاص فوق جري. راح اجيب فينتي علشان الابس صح؟ لا علشان هذا. وات يب فعليا يا شباب هذه راح تكون ردة فعلي. بالله تخيلوا يا شباب انه بعض الناس بس يجيبون فينتي علشان يصيدون فيه الطيور ويجمعون لحم. او ماي جاد ابو الفضاوة اللي زي كذا. يا سلام الصورة ذي تختصر كل شيء مرينا فيه في اللعبة. 1.1 قاتلنا الجنين دفالن. 1.2 تسلقنا المنطقة الثلجية. 1.3 يا سلام حدث شاو حق الفوانيس الصينية. 1.4 اوكي حدث المواعدة. اوكي شوفوا يا شباب احلى واحدة هذه اللي هي 1.5 حدث البناء البيوت قلنا ان صرنا مهندسين. اوكي وفي 1.6 صرنا لنا قراصنة خلاص نروح ندعس الالترال بالسفون. وفي 1.7 راح نتحول حبيبي نينجا على طول راح نروح ندس كذا مع ناروتو. دقيقة هم ساموراي يلا ما في مشكلة هم ساموراي والنينجا اصلا واحد نروح. يا سلام ايوه بري 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 شوفوا البس اللي تحت تخيلوا شباب لو كان حاط ديانا راح يكون احسن. بس من جد يا شباب ليه هالتشر الجسوم كذا يتنقزون والله في شيء غريب مره. يا رب ما اكل كوبي رايت. اوكي هنا كايا يقول يس يس اخيرا صرت بالتيم حق الترافلر. بعدين راح لهذا الحمار يقول له ايش تبغى انا اسوي لك وانت راكني 3 اشهر علشان اروح اجيب لك الكريستالات. قام ذا الحمار ابتسم له وقال له يلا نمشي لهناك وابغاك تجمد الطريق. طب روح استخدم الزورق الله يقلعك راكن لمدة 3 اشهر ولا انت تبغى تجي كذا مصالح بس علشان تخليه يجمد لك الطريق.
وكيف بس يا شباب كذا نكون وصلنا لنهاية المقطع، يعطيكم العافية اقسم بالله الله يسعدكم زي ما اسعدتوني الصراحة، كل ميم يفرض الضحك اكثر من اللي قبله. اتمنى يا شباب انكم لما ترسلوا لي ميمز في المرات القادمة لا ترسلوا لي فيديو، لا ارسلوا لي الرابط مثلا من التيك توك او من الانستغرام علشان اقدر احمله واسوي عليه رياكشن كويس لان اقدر ارجع الفيديو. فشكرا يا شباب لكل واحد شارك، واعتذر بشدة لاي واحد شارك وما طلعت لقطة ما شاء الله، قلت لهم كذا ابغى ميمز حسبت في واحد ولا اثنين بوف كذا ما شاء الله في فوق 100 رسالة جتني على الخاص. فشكرا لكم يا شباب، وبس كذا نكون صنعت المقطع، اتمنى تكون استمتعتوا معي بالميمز جدا اسطورية. فيب لا تنسوا اللايك والاشتراك، وصلنا على النبي عليه الصلاة والسلام، اشوفكم على خير بالفيديو القادم، peace out.